وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي، قال إن القمر الصناعي مصر سات 2 تم تنفيذه في إطار اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين مصر والصين، لافتا إلى أن مصر بات لديها أول منتج محلي يطلق في الفضاء. إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 ده تم النهاردة في مدينة تيشان في الصين، وتم الحقيقة في الساعة 6:10 بالتوقيت المحلي. والأمر ده تم تنفيذه في إطار التعاون الاستراتيجي ما بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية. ويعد له أهمية كثيرة جدا، أولها أن هو خطوة هامة نحو تنظيم تكنولوجيا القمر الصناعي في مصر. أولا القمر ده منحه كامله من الصين، دي اول مره الصين تدي منحه لقمر في اي دوله في العالم. النقطه الثانيه ان دي اول مره لمصر تمتلك قمر، القمر ده ينزل في مصر ويتم عمليات التجميع والتكامل والاختبار فيه في مركز التجميع والتكامل الاختبار الدائم لوكاله الفضاء المصريه. وبرده المركز ده تم تاسيسه في اطار الشراكه الاستراتيجيه ما بين مصر وما بين الصين.